الندوة الصحفية اللي تنظموا اليوم هي جات باش نأكدوا بأن المعركة المعارك النضالية ديالنا من أجل المدرسة المغربية ومن أجل المطالب العادلة والمشروع لعموم النساء ورجال التعليم، هذه المعركة لازالت مستمرة. واليوم طبعا غادي نعلنوا على برنامج نضالي جديد، ربما إلا شفتوه في البيان راه الكل طالع عليه، اللي ما طلعش عليه اليوم غادي يتم الإعلان على برنامج النضالي المستقبلي، وطبعا اللي وضع الرأي العام على المستجدات اللي تتعرفها هذا الملف، سواء ما يتعلق بالموقوفين والموقوفات وما يتعلق كذلك بالمستجدات ديال الملف ككل، مطالب العادلة لعموم النساء ورجال التعليم اللي خرجنا من أجلها الاحتجاج. إذن هذا هو على جينا ننظموا هذه الندوة الصحفية، وكذلك تنعتبروها واحد الخطوة نضالية على غير البرنامج النضالي السابق. هناك من كان يعتقد بأنه من اللي غادي يوقفوا الزملاء والزميلات أو واحد الجزء بأنهم غادي يخافوا أو غادي يعياو أو غادي، اليوم تيتأكد بأن نساء ورجال التعليم رغم كل الضربات ورغم تواطؤ الكل اللي كانوا في الضفة الأخرى أثناء المعركة النضالية واللي تزادوا والتي نعتبرهم الآن ماشي متواطئون فحسب، وإنما هم من أملوا على وزارة التربية الوطنية القيام بهذه الخطوة، لأنه أنا قلت في إبان التوقيفات أنه على قبل عقد أي لقاء مع وزارة التربية الوطنية وقبل تقدم أي خطوة في نقاش النظام الأساسي المفروض أن يكون هناك شرط واضح وصريح وهو إرجاع الموقوفون والموقوفات. هذا الشيء ما شفناش، شفنا الناس تناقشوا مستمرين في هذه المسرحية إلى يومنا هذا، هم مستمرين، واليوم عندنا أكثر من 200 أستاذ وأستاذة موقوفين للشهر الرابع على التوالي، ناس عندهم أسر، عندهم وليدات، عندهم آباء، داز عليهم رمضان، داز العيد الصغير، هاد الناس شنو داروا في ملك الله حتى يتم المعاملة ديالهم بهذه الطريقة هذه؟ شنو هادو ناس خرجوا تيحتجوا من أجل إسقاط نظام أساسي الحكومة أقرت وقالت بأنه نظام أساسي وسيء تدبيره وأنه نظام أساسي غير عادل للنساء ورجال التعليم، وبالتالي من افتعل أزمة النظام الأساسي هي وزارة التربية الوطنية، وبالتالي لكان شي واحد خاصو يتوقف أو يعاقب اليوم فهم المسؤولين ديال وزارة التربية الوطنية. حنا خرجنا فقط من درنا ردة فعل، تعرضنا لهجوم كبير شنيع من جانب وزارة التربية الوطنية عندما أرادت أن تفرض علينا هذا النظام الأساسي الذي سوف يرهننا لمدة تزيد 20 أو 30 سنة. قلنا ما يمكنش، وخرجنا وعبرنا بشكل حضاري ومسؤول وقلنا ما يمكنش نقبلوا هذا الوضع، وخرجوا عموم نساء ورجال التعليم. راه ما خرجوش 200 ولا 300 ولا 1000، راه خرجت على الأقل هيئة ديال التدريس 240 ألف أستاذ وأستاذة، وخرجوا الهيئات أخرى، وخرجوا المتقاعدين، وخرجوا كل فئات المتضررة من السياسات التعليمية العمومية. إذن ما يمكنش اليوم من بعد هذه المعركة النضالية اللي ما عمرها كانت، أقول وأؤكد أن هذه المعركة لم تعرف أو قطاع التربية الوطني لم يعرف أو لم يشهد لمعارك نضالية مثل المعركة النضالية اللي كانت اللي بدأت نهار 5 أكتوبر. ما يمكنش اليوم من بعد هذا النجاح ومن بعد هاد الناس اللي خرجوا فقط يطالبوا حقوقهم ورفع الظلم والحيف يتم المعاملة ديالهم بهذا الشكل هذا. اليوم خرجوا بواحد الأسطوانة ديال عن زيدو باش يلهي وكذا، ملي شافونا خرجنا بيان مباشرة قال لك أودي حقها 750 درهم كذا. هاد الشيء نحن نقولهم لا يهمنا 750 درهم، حنا اللي تيهمنا الآن هي الكرامة. والنهار الاول نهار 5 اكتوبر خرجنا وقلنا احنا خارجين من اجل الكرامه، وبالتالي الفلوس او الزياده لا تساوي الكرامه. شحال من واحد عنده الملايير ولكن لا يتوفر على الكرامه. الكرامه تتوفر كما نقولوا احنا بالرجله بالكلمه، الكرامه توفرها الرجال، وهذا الشهاده لن يتحقق. الكرامه ديالنا ما غاديش تحقق الا بارجاع كل الموقوفون والموقوفات دون قيود او شروط، لا سيما انهم ما عندهمش حتى شي دليل اللي تيقول بان هاد الاساتذه او غيرهم انهم ارتكبوا اي فعل يمكن بناء عليه ان يتم توقيفهم.